خلاص افو شيء معايا عظمه دي بس بقى كان على هناك عايز بيت تحاسب يا بيت يا عمي يلا غوري والنبي كده تخليكم زي ما انتوا الله 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوته والكهن اللي انتي فيه ده ربنا يسامحك هيسامحني يا شلتي هيسامحك انتوا بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحارة كلها وكل شوية راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال انت قليلت الأدب يا فتحية انا قليلت الأدب يا فتحية علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقة بره يا بنتي يا فتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسي انتي بقى انتي امه وديها ولا ايه بس ده كهن نسوان يا عبادي البنت ده كهن نسوان يا بنتي يا مفتر وعين اوعي ولا اوعي يا بنتي بس يا بتاعت رجاله خلاص يا مرقعه خلاص جري يا علي رول تعالى علي رول اللي بناه كلها تعرف مقامه ما حدش يقف قدامه واللي يشوف حاجه يجي وانا اوريه مقامه من النهارده فتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتصفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا 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 عليك ده هو يا يلا رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش انا اسمر جوه اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجة حدش له كلمة استغفر الله العظيم ملك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه عالجرصة هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرصة ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستك جواز وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك الا علي علي ده سيد الرجاله لما يقول كلمه ينفذها ده بلطجي يا فتون بلطجي ونصاب بحبه بجد وملكش فيه طب وانا انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بنت ده انت خدامه يلا ازيك يا متولي ازيك يا مت حسام طيب مساء الخير يا باشا اهلا يا استاذ حسام امر هو راشد وبالعيله ممسوك في ايه بيبيع ورق مضروب قدام وزاره الصحه للناس اللي داخله تعمل تحاليل وكان معاه واد اسمه علي الاستاذ اللي قاعد هناك ده واحد من اللي اتنصب عليه وعوره بالشكل اللي انت شايفه ده يعني مفيش شهود لا مفيش شهود خلاص يتنازل ونمشيها صلح اهو عندك اهو اقنعه بقى تسلم يا باشا حسام المهداوي المحامي الف سلامه بقول لك ايه ما تيجي بره الياسر يتكلم كلمتين
الدين. كلامي انا ما عنديش كلام، انا اللي عندي قلته في المحضر. تعالى يا صاحبي سلامتك بس معلش. تعالى اجمع. الف سلامة. معلش ايه اللي حصل ده؟ دل على السلامة يا صاحبي. خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ خش خد سيجارة. ما بدخنش. الله ليه كده؟ بص يا ابن الناس، انت شكلك غلبان ومش بتاع مشاكل، وانا عايز انصحك لوجه الله. ايه ده؟ دي ال 100 جنيه اللي خدناها منك الصبح، هتدخل القسم وتتنازل عن المحضر بالساهل، مفهوم؟ انتوا مخرجيني عشان تهددوني بره باب الجسم؟ لا 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 سمح الله، احنا ما بنهددش حد. ولا هشقك نصين لو ما نفذتش الكلام بالحرف. قبل ما تفكر شوف بتعامل مع مين. خد بالك ده عيال عوق ما بتفرقش معاهم. انا ممكن اعمل محضر تاني واقول ان انتوا بتهددوني. اسمع اللي جوه ده لو ما باتش الليله دي في بيته هزعلك وزعل امك عليك، فاهم؟ يا ابن الناس دي جدعان، اكسبهم بدل ما يحطوا عليك. يا ناس انا اتضربت واتبهدلت واتعورت وكمان عايزين اتنزل عن المحضر، ده حرام. معلش يا صاحبي معلش، الحمد لله على السلامة. يلا خد ال 100 جنيه. يلا يلا يا حبيبي يلا 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 الحمد لله على سلامتك. ده شيطان. تعالى بس تعالى 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 يا صاحبي تعالى. الحمد لله على السلامة. يلا تعالي اوريك الحاج الكبير. مالك مكسوفة ليه؟ خش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله حق منا ومنكم يا ولدي. أهلا أهلا أهلا. إزيك يابا؟ الحمد لله. بس أنت زي القمر. يا سلام، عرفت إني راجل يا طيب إنها زي القمر. من صوتها يا ولا. ما هو في حاجتين يطلوا على الروح، العين والصوت. وانا ربنا اخذ مني نعمه النظر لكن بشوف بقلبي، وانت صوتك طيب. ربنا يسعدك يابا، كلامك حلو. طب قوم يا حاج، مش خلصت صلاه؟ تعالى يلا. لا مؤاخذه، لو النبي يخليك. شفت مالكش دعوه انت، قوم اعمل لنا شاي وتعالى. الله، انت نسيت الحسن ابنك يا حاج؟ خلاص كده منلاقي احبابه ده. انا ايدك ورجلك. انت الخير والبركه، ربنا يخليك ليا. يلا قوم اعمل لك الشاي. حاضر. اتفضل يابا اتفضل. الواد الحسن ده طيب وقلبه ابيض. ما انا عرفت دلوقتي هو طالع لمين. قولي لي بقى، هتتجوزيه ولا لسه بتفكري؟ دي احلى حاجه في الدنيا للواحده انها تلاقي اب زيك بتاع ربنا، وواحد زي الحسن يصونها ويحابي عليها. يبقى على بركه الله وما تقلقيش.